كامرانيزي داخل منطقة الجزاء والرأسية لكن تمر ونيدفيد تسديدة لكن تصطدم بومسونج بزميله. نيدفيد من جديد عرضية داخل منطقة جول 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 هدف التقدم هدف التقدم. زانيتي كان هو المنقذ أمام تريفيزو وأيضا ينقذ اليوفي في هذه المباراة. إذا مدفع التهديف اضرب مدفع التهديف من زانيتي يطلق مدفع التهديف مدفع الافطار مدفع الافطار عن الصيام التهديفي في هذه المباراة. 32 دقيقة وفي الدقيقة 33 يتقدم اليوفي. ادي الكورة يا سلام ده حاططها راكنها جميلة بالياردو ده حاططها يعني لو حاططها بايده مش هيحطها كده. شوف زانيتي بباطن القدم راكنها بطريقة رائعة جدا. زانيتي في الزاوية بيقول لها اهو روحي اهي الزاوية اهي والكرة عارفة طريقها الكرة عارفة هي رايحة فين. زانيتي يتقدم من جديد لليوفي.